ياه، اخيرا اتقابلنا. قول له كل حاجه بتيجي في وقتها. غبي غبي غبي. تصدق ان انا فعلا غبي؟ كان المفروض اعمل معاك الواجب اول ما شفتك. اتشاهد على روحك شندي. كمين كمين، يلا نتحرك بسرعه. كل حاجه راح ولا يهمك. المهم نبقى في امان. حاجه راح. المهم نبقى في امان. في ايه؟ ابوس ايدك ارحمني. انا مش عبد الصبور. امال انت مين؟ عبد الصبور. انت هتشتغلني يالا؟ لا، ما هو في سوء تفاهم. انا مش عبد الصبور اللي انتوا عايزينه، انا عبد الصبور واحد تاني خالص، في تشابه اسماء. انت فاكر نفسك في السجل المدني يالا ولا ايه؟ صحيح، وقت الموت النفوس بتتغير، بس اطمن. ايه، مش هتقتلوني؟ هسيبك لمصيرك اللي اتحدد خلاص. مصيري اتحدد خلاص؟ انت هتعمل ايه؟ لا، الحقوني الحقوني. ايه اللي في ودنك ده؟ حلق، اصل انا مايس قوي. انت بتكلم ايه؟ اقلبوا لي المنطقه وشوفوا بيكلم مين. يا لهوي، لو عرف ان انا قلت للظابط من الاول هينفخني. ما انا عارفك يالا، شكلها هتلعب معاك يا ندل وتسيبني وتخلع. ما انت خلع من الاول يابا، فاهم؟ اخلع معاك مره واحده. انا فعلا يابا هخلع واسيبك. لا 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 يالا، والنبي ما تسيبني، ما تسيبنيش هنا، ما تسيبنيش. اصل بصراحه زهقت يابا، ماليش نفس. زهقت من موضوع ان انا اشتغل جاسوس على عبد الصبور واجي انقل لهم الكلام. خلاص يابا، ما بقتش قدها. لا يالا قدها وقدود، انا واثق. ده انت ندل يالا، ده انت ندل، هتعملها هتعملها، ما تخافش. هو انا ما قلتلكش؟ ايه، مش انا توبت يابا؟ ايه توبت يا عم؟ اقتلني وخلصني. اقول لك، عبالي في نص دماغي، ريحني من العذاب اللي انا فيه. ومين قال ان انا هقتلك؟ انت. دي حركه يعني؟ مش تقتلني كتر خيرك، بس هضربك بالرصاص. هو انت مش قلت مش هقتلك؟ هتضربني بالرصاص ازاي؟ لا، دي طلقه كده تعور، ما تموتش. انت جراح قوي يعني. ايه ده بقى لغايه ما يخش علينا؟ خلاص يا ريس، داخلين علينا. والنبي ما تقتلني، والنبي ما تقتلني، والنبي ما تقتلني. ايه ده بقى؟ اقول لك، دي رصاصه كده بسيطه. رصاصه كده بسيطه؟ ايه، هتدوخني يعني؟ اسمع اللي هقول لك عليه كويس. احنا جبناك هنا وفجاه جت علينا عربيه مليانه رجاله وضربوا علينا نار. انت اتصبت غلط وانا خدت البضاعه. الكلام ده هتقوله في المكان اللي انت هتفوق فيه، والا عيلتك. عارف الطيران ابيهم، انا سمعت الكلمه دي مليون مره. شاطر، خد دي بقى. هتديني الطلقه دي ولا ايه؟ لا، دي برشامه. هتبرشمني؟ طب ممكن بعد اذنك شويه ميه بس مع رجالتك، بس تبلع البرشامه. ابلع. أو. دي هتخليك يوم عليك عشان تساعدك. واثبت وما تتحركش بقى عشان الطلقه تيجي صح وما تموتهاش.